نموت تنموت عادي ما كدير انا نوضح من صاحبي يا مات مات لا غادي ما كنضحك صاحبي شنو غندير دابا راه عيط البوليس الو البوليس راه خويا كنا كنجريوه وقع له جاتو شي سكته قلبيه ومات اوليدي راك غلطتي في المهمه هذه راه مني الوالده مالو مات الوالدة راه مات طاح وديك الحريرة اللي درتي البارح راه ما عجبتنيش ديك الحريرة الحمراء ايوا وليدي مرة في الشهر ماشي شي حاجة يلا بسلامة الويس السلام عليكم سيدي معك الشرطة شوف تهدنا سيدي وتعاون معنا الا بغيتينا نتعاونوا معك بليس كنت نجري انا والخوادري وهو يطيح مات سير تفقدنا جوته واش باقى حية واش حقيقة مؤكدة او لا نسبية واخ انا نشوف واش نتاكد واش مات واخ كيفاش مات بعدا مات بحالك واخ تبقى معايا في الخط واخ يا هو قدامي واخ لا تبقى معايا صافي ها هو دابا مات حقيقة ومؤكد صافي دات البركة فاسك سيدي البركة فاسك المهم انا نحاول نتصل بواحد الصديق ديالي طبيب وان شاء الله غيشوفك الحالة الا قدر يعيشو صافي الله بسلام صافي واخ صافي لا انا قتلتو ماشي زعما مات شكرا شكرا بزاف يلا تهلا في راسك واخ واخ محمد بسم الله لك نوض باش نديوك نقضوك راه هضرت مع واحد البوليسي ودك بوسي كيعرف واحد الطبيب باش ما تبقاش ميت نوض بسم الله ويل. بسم الله نعاونك دوشنا دوشنا ها يلا شوف هاب شويه كملوا لا صافي بلاتي ما عندناش شي فلوس طاكسي كنديرو نمشيو للسبيطار السبيطار بعيد اصاحبي يا مبلانش هذا الصاد شنو الحل دابا بالنسبه لك انت يا الخوادري كاين واحد الحل ويل غتمشي تلقى شي طوموبيل غتضربك وغتجي امبيلونس وتهزنا الدين ديما الانسان خصو يكون رزين عجبني طريق دواز دغيا ضربك طوموبيل وغنضربك مالك اصاحبي اللي جايش يجي واحد ها هو السي الطبيب راه جبته وهذا غنشوفو وشوف الطبيب كيما مشي معاك الحالات الطوارئ لا شوفو انا متقش ليا قلبي يا صاحبي وغنشوفوك اخويا شي واحد ما يلعب ليا بقلبي صافي يا شنو الخوادري انا نقلب لك قلبك انايا قلب ليا قلبي يلا قلب صافي راه صافي راه قلب مزيان صافي اشنو ندير عندي معاك زوينه تعيش عام ما يمكنش السي الطبيب هذا ما يمكنش هادشي اللي عرفتي علاش السي الطبيب الوك مازال ما شريتوش السي الطبيب فري فاير الراجل هادشي اللي يدير معايا شي حل لا لا هادشي اللي قديش عليه شنو هذا يبقى يلعب علينا يلا معايا على ليا مزيان يلا معايا انت لا احمد الصاحبي لا احمد الصحبي ما تقتلوش الصحبي علاش قتلو عطا ناري حمق عني يا احمد الصحبي انا عارف شنو ندير انا عارف شنو ندير واش تحمق عطيني عام راه خاصني نشري الوك ونخسر 100 جواره وعلاش قتلتي يلا معايا وتعرف عاد فين نمشيو دابا فين نمشيو المحكمه يلا نمشيو يلا والحبس جيو راه سكوت حبسات الهضره حبسات المراه يوما قتل معقول نتايا قتل نفس بغير حق غتعاقب على هذه الجريمه اللي درتي عندك 15 سنه نافذه وغتحل ديك النافذه وتهوى بها يلا سير دابا الحبس وباقي كتجبر كتقول لي زدني 5 سنين
غنقص لك 5 سنين على البسال اللي جدي. سكوت رفعت الجلسه وسدات مدام. شي شنو قلت لك؟ قلت لك تبع طريقي. شي نتايا بويصل ومريقل امي كاينه محقه فهمني. دابا كنا غنعيشوا عام واحد اول قاضي عطانا 15 عام، دابا عايشنا 15 عام غنقصروا في رفايه كدا الوك دير لنا المريقل فهمني. ديما الخوا داير تبع طريقي يلعبوا شي طريق ديال القوه ديال القوه كيك. يو عجبكم هاد البلان؟ راه كاينين بلانات قبل ومازالين جايين بلانات من بعد. ولا بغيتي تعرف اي حاجه على ماتريكس بغيتك تدخل الباج ديالنا في انستغرام وفيسبوك اللي يكونوا هنايا و تهلاو تهلاو في راسكم. بيكس.